تغيب بجو العيد شو عيديته إلا جفن يسهر عمسؤوليته الإنسان من حريته أمنيته بعد المعارك ألف تربح ميته وكرمال استقلال بيضانيته بيموت وبتبقى الكرامة وصيته ونحنا إذا شي طير ترنيمه حلو عم نحبسه من شلح وحريته سجيني عان غموالها بتتسمر عيون الملوك قبالها والناس غير الطير في أعمالها مجرم وناسك عم تقسم حالها مجرم طلع حريته وعم جالها يتم بيوته وما رحم أطفالها وناسك دفن حريته بالمحبس استعوض بحرية خلود بدالها حتى العدل شرحك يقبلوا بين البشر والطير لازم تعدلوا بتحبس الطير وبالأسف تستقبلوا تابت تتسمع على صوته الحلو والناسك البطهر الله مرسمله حاله حبس حتى ضمن مستقبله ويلي حبس حريته لأجل الخلود غير الإجا إنسان يحبسها إلو من حبست الطيبي لو ما تدخل رأي الله بمطلبي والكل حرية حدود مصعب زادت بتتحول هموم ومتعبي حتى البحر وعواصفه المتقلبة بتوصل عرم للشط زحف ودبدبي ولولا اخذ حريته بفقش المواج على الارض ما بيدل نبتي طيبي بملجوم موجو بصخرة الشط الأبي ولولا أخذ حريته بفقش المواج على الأرض ما بيدل نبتي طيبي حرير عنده صالحات هالقد شد الأيد عنده سيئات بحكم الهوى عالبحر من كل الجهات للغيم صفى يوم خود ويوم هات ومعقول تحرير البحر يخلق ممات وإن كان بده الشعر من هالبينات هيك الهوى لو لحبست حريته بدها تصير الأرض معدوم الحياة
الهوى دور معامل معجزات ودولاب يمشي عالطريق ورافعات ونبع العطيل النهر حرية ثبات ما كان ينفع غير كم شتلة نبات ولما عرف مطلوب منه واجباته في شعب الصحراء عطش عرم المات اتمرد عحري جناها حب ذاته أيد مياه في أصاط التضحيات وما أكبر النبع الخسر حريته طير وح يعطي رملة الصحراء حياة تحللوها ما بدي بطرد مطرح تحصروها بدي كل شمعة منطفية تستهدوا عناسي نوروها أنا ما بقول فلسفتي ذكية ومع ملاقي عقول بيفهموها بس بحب تحليل القضية بأبسط ما الكتار تصوروها وتتشوفوا النتائج كيف هي بعد ما للحياة تأيدوها استهدوها حقمة شجرة قوية وجيبوا شريط قاسي واربطوها وغيبوها سنة وعن طيب نية عودوا بعد عام استفقدوها بتشوفوا أتشريط الأذية خنقها والتجارب يبسوها الحرية خزام بمظهرية بتغنى عيون عم تتأملوا عم يتأملوها وبتدبل خلفها النفحة الذكية إذا صاروا الأيادي يلمسوها الحرية مراية جوهرية ضرور الكل عيني وجهوها تنقشع كل نبتي شو غنية بعد ما من القيود يحرروها عزمعتت الغراب انعتت الغراب بالطوف القوية لكن ضيعوه ضيعوها اوعطوها للحمام العاطفي السلام بغصن زيتوني لقوها الحرية رمز للمعنوية واذا بدكن كتير تأيدوها بتصبح قلب لبساعة خفية عكتر الضغط بالبارود صار يتفجر مطرح اللي بيزرعوها أول زمانه بهوى حريته يطلق عنانه ورجع الله بوصايا مستجاب لجم حرية الشعب وحنانه ولو ما بالكتاب وبالخطاب ضروري المرء يحفظ اتزانه مكانه
والناس بيحطوا رقابي على الما حد حرية رسالة. أنا تعلمت قبلك من حسابي لأنه بدرس حبي وامتحانه بوح السر خسرني احبابي وحبس السر عاد العهد صانو وحبس الحبر بإقلام الكتابي مضي شرع الدين وسطر بيانه وحبس الغاز بإناني صلابي ضمن للبيت والساكن أمانه وحبس ضغط الهوى بطابت غرابي عمل منها كرة وبالأمس كانوا الدول يتسابعوا عاكس الطابي لرفع اسم الرياضة وكبر شانه هو يلي بيحبس النار المهابي بأفرانه فعنا من فرانه هو يلي حرروها بالغوابي حنص نوبر وطن نوص مديانه آخ يا جريس فيك أطيار الروابي تحررهم إذا فيك استعانوا أو جبل صنين جبار الإهابي ما فيك تحرروا تبدوا المكان أو ابن آدم أحب الذات راضي وبيحب التحرر من كيانه حبس هالروح بالجسم الترابي وإذا بتتحرر من الجسم بده يموت وتنتهي رحلة زمانه